السلام عليكم وفيديو جديد وهنلعب ابو النجا. والنهارده بقى يا شباب جايب لكم جميع شخصيات لعبه ابو النجا، او مش جميعها قوي لان شخصيات اللعبه ديت عمرها ما بتخلص زي ما انتم عارفين. طبعا يا شباب كل يوم بنجيب شخصيات جديده. فدلوقتي يا شباب النهارده احنا هنعمل حفله كده جميله، هنجيب فيها ايه ده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنجيب فيها جميع شخصيات لعبه ابو النجا. وزي ما انتم شايفين اول شخصيه معانا طبعا الدون الغني عن التعريف. مش هينفع طبعا نتكلم في حقه كتير لان الراجل دوت اسطوره بمعنى الكلمه يا جماعه. ومش بس كده يا شباب، مش هعرفكم عليهم وبس، وكمان هخليهم يجروا ورايا. يلا بينا يا شباب نخش الحفله ديت. طب يا جماعه معانا اول شخصيه هنا كريستيانو، تعال نشوف اللي بعده. في حد هنا؟ مفيش حد هنا. ممكن توسع لي لحضرتك يا جماعه؟ انتوا مش عايزين توسعوا لي ليه؟ بصوا ما علينا، هنا معانا هنا شخصيه من لعبه كاونتر سترايك. وهنا معانا الرئيس اوباما. مين هنا بقى جوه؟ ايه ده؟ بس يا حبيبي، حاسب يا بابا، حاسب يا حبيبي، مش هتوسع لي؟ طيب اهو، تخطيتك ولا ما تخطيت؟ ايه ده يا اخي؟ ايه ده؟ يا راجل البصه دي، البصه ديت يا جدعان بتفكرني بحد كده. ومعانا هنا يا شباب اول شخصيه في الحفله وهي شخصيه عمرو دياب. ومعانا هنا يا شباب شخصيه جون ويك. شخصيه سبيد احسن يوتيوبر جيت التاريخ كله، سي جي. اه شيت، هير وي جو اجين. عامل ايه يا عم سي جي؟ بس ده اسمه سي جي الغلابه يا جماعه. ايه ده انت لسه موجود؟ انا فاكرك انت بس مش فاكر اسمك ايه. اوه عم ابو النجا الخلبوس، عامل ايه يا خلبوس؟ ايه الضحكه الجديده دي؟ حاسب كده جون ويك. اوه شخصيه من شخصيات لعبه امونج اس يا شباب باللون الاحمر ده. ايه ده شخصيه المعزه الحلوب. ايه ده الراجل ده؟ يا ابني ايه اللي جايبك من الهند يا ابني؟ انت مش ترند في الهند، ايه اللي دخلك ابو النجا؟ مش عارف انا يا جماعه ايه ده. اه صبحي، عامل ايه يا صبحي؟ ايه اللي جايبك هنا يا صبحي؟ ايه الراجل ده؟ فاكره بتاع الترند اللي بيقول ايه ده؟ الراجل ده ترند في بلد من البلدان بس انا مش فاكر انهي بلد. انت فين يا حبيبه قلبي؟ ايه ده؟ ابني اقفل بقك. ايه ده الدون تاني؟ حبيبي يا دون طلع لي في كل حته حبيب قلبي. ومعانا هنا بقى يا جماعه عائلتنا الكريمه، عائله ابو النجا. طبعا هنا عم ابو النجا، وهنا جد ابو النجا، ومعانا هنا قطار ابو النجا، وست ام النجا، وابو النجا الابيض واسود. عامل ايه يا نجا صغنن حبيب قلبي اللي كان في الحفله يا جماعه؟ ومعانا هنا ابو النجا ايه ده العنكبوتي، عنده عيون كتير قوي. وهنا ابو النجا الروبوت. يلا عيله واطيه تستاهلوا الحر. انت ما اعرفش انت في ايه المغاره دي. بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا يا شباب، فدلوقتي يا شباب انا همس عليهم باحلى قنبله في الدنيا كلها. ما لحقتش انا مفيش. هما المفروض هيطلعوا لي دلوقتي. اهو كله طالع لي. استنى يا رجاله، احلى مسا عليكم. يلا هي بدات الحفله، تعالوا لي بقى، انا ينزل النهارده. ولا شايفك هلا ابو بزاز هلا. طب اهو ايه؟ خلاص بقى يا جدعان بقى بطلع النبي. الواد ده قوي قوي يا جماعه، الواد ده قوي قوي. عمرو دياب بيمسي. عمرو دياب ومين تاني؟ مين؟ اه الواد ده، مش بقول لكم الواد ده قوي قوي. مش عارف اعمل معاه ايه. استنى يا سبيد. اوه نزلت بعيد عنهم. اخيرا. بصوا بقى يا جماعه القوه بتاعته ديت، بص شباب قوته عامله ازاي. بص بيراقبني من كل حته، شايفينه ابو عيون ده؟ شايفينه اهو يا ابن الذين. ايش ايه القوه دي؟ ايه ده؟ ده عفريت. هنعمل لكم لعبه حلوه. بصوا يا شباب انا هطلع لكم فوق. اوف بينطوا على فكره والله. بص كنا مستخبيين تحت. والله خضني. مش بقول لكم الواد ده قوي قوي. مش عارف اعمل معاه ايه. يا جدعان دول بيطيروا يا جدعان، بيعملوا حاجات غريبه يا عم. اوبا يا عم، ايه ده؟ ايه؟ في ايه؟ بقول لك ايه، شكلهم يا جدعان مرعب يا جدعان من فوق. بصوا يا جدعان كلهم يا جدعان تحت في المتاهه عاملين ازاي؟ بيفكروني بلعبه ماك مان يا جدعان. ده هنعمل فيديو للمتاهه ديت ونوزعهم كده
ونعمل تحديات والله ما بينهم، نعمل ابو النجا ضد ام النجا وخالته ام النجا. اهم حاجه يا شباب الفيديو دوت يوصل 20,000 لايك. انا ماليش دعوه الفيديو دوت يوصل 20,000 لايك، لو ما وصلتوش 20,000 لايك انا هتنزل اليوتيوب. 6 hours later. يا نيمت النهارده يا عم ابو النجا، يا نيمت النهارده اهو اهو لمحته لمحته بيبص عليا هناك اهو اهو جاي جاي. ايه لا استنى بقى كده، انا كده مسابقك بخطوه يا معلم، انا كده مسابقك بخطوه. فين الطريق؟ ولا يا ابن اللذين. جاي بيحدف براميل، بيحدف براميل. ده مكان ضيق، ده مكان ضيق مش عارف يخش جوه. ضحكت عليك يا ابو النجا. طب وريني بقى تخش لي ازاي، هو فين بقى؟ هيجي من البلكونه. بص بينط، بص بينط عشان يشوفني. ايوه نط يا حلمبق على بقه، نط يا حبيبي، نط يا حبيب قلبي، نط. تعالى ورينا تخش ازاي. طب احنا لازم نطلع. بص يا شباب احنا عشان نوصل هناك على break from the ants. 2000 years later. بصوا بقى يا شباب البدله ديت المفروض ان احنا نستولي عليها، ولكن حاطين لنا عم رمضان حرس عليها. بس ده يا شباب احنا هنتسحب كده بالراحه وهنفتح البوابه بكل السهوله ديت وناخد البدله ديت يا شباب، بدل خارقه طبعا. اللي عارف يعمل لعبه ايه يا ريت تسيبها لي في كومنت. طبعا عم رمضان قاعدين عنده صداع زي كل مره، بس احنا المره دي هنفجره بالقنبله الذريه بتاعتنا. وطبعا هو ممكن ما ينفجرش منها بس هيتاذي، عشان لما يفوق ما يلاقيش البدله ما يجريش ورانا. مات ولا ايه؟ جاي جاي هو جاي، هو لازم يجيني، هو لازم يجيني زي كل مره، زي كل مره بتعبني فيها. اجري يا عم عبدو ماندو انت دلوقتي، اجري اجري اجري، اعمل لكم متابعه، اعمل لكم متابعه قبل ما يمسكني. ايه ده؟ ايه السلاح ده؟ خد كده. اوه استنى بس، استنى بس، روح هناك اضرب عم رمضان، ما تضربنيش انا، اضرب هناك. هو عم رمضان الكعبل ولا ايه؟ اهو الشباب عم رمضان جاي. اطلع 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 واعمل لايك ومتابعه بسرعه. اطلع اطلع عم رمضان، عم رمضان يا شباب ما بيعرفش يطلع فوق السطوح، ما بيطلعش، ما بيعرفش يطلع فوق السلالم. بص بقى يا معلم ده احنا هنفضل نبص، ده انا هستغل الفرصه ديت يا عم رمضان وانت جيش عم رمضان هرب من المعمل ومحتاج ليله موم. يلا عم رمضان خد ديت عم رمضان علشان تتلموا تاني. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اجري يا عبد الله، اجري 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 اجري. فين الباب؟ الباب فين؟ الباب اهو، الباب اهو. يلا تعالوا ورايا، تعالوا ورايا، تعالوا ورايا. ايه ده؟ الطريق اتقفل؟ لا 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 يا رب يا رب يا رب. وبكده يا شباب يبقى حلقة النهاردة خلصت. أهم حاجة تدوس لايك على الفيديو دوت عشان خاطر نوصل لعشرين ألف لايك، وما تنساش تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان خاطر انتم بتنسوا تفعلوا زرار الجرس.